معانا أم عمر من الجيزة، ازي حضرتك؟ الله يسترك. كان عندي معلش سؤالين. طب أنا بقول الله يسترك، قولي آمين. امين. أيوة كده شاطر، أعرف إنك سامعاني حتى. كان والدي بيدخل في أضحية، كان بيدخل مع 4 أنفار، هو بيدخل في الربع. طيب فهي والدتي دلوقتي هتعمل عملية بعد العيد، طيب فهو مش عارف بقى يعني هيعمل، مش هيعرف يدخل في الأضحية دي، هل يعني كده حرام ولا ايه؟ هذه أول سؤال. الثاني السؤال الثاني، والدتي والدتها ميتة، جدتك فهي مش يعني، عارفة تنساها. جدتك ايوه جدتي ميتة، فهي مش عارفة تنساها. وانت عايزة ماما تنسى جدتك؟ هي يعني لا مش كده، بس هي ليل ونهار بتعيط عليها. ايوه خليها تعيط. النبي عليه الصلاه والسلام قال، نبدا بالاجابه عن السؤال الثاني. النبي عليه الصلاه والسلام لما بكوا على رقيه وجاء بعض الناس ينهى الباكيات، قال عليه الصلاه والسلام: دعهن يبكين، فما كان من العين فمن الله، وما كان من اليد اللطم يعني، واللسان اللي هو قول ما لا يرضي الله فمن الشيطان. فالبكاء على الميت رحمة عليه، أما الوالد فالأضحية سنة والعملية مقدمة على الأضحية، إلا إذا ملكه الله وقدره أن يدخل في الربع. بلاش الربع السنة دي، خليها السبع، لأن الأضحية الجمل والبقرة والجاموسة ممكن تجزئ عن 7 أو 4 أو 6 أو 3 أو 1 يعمل لوحده. معانا مين تاني أستاذ أحمد؟ أم محمد من سوهاج، أهلا وسهلا. أبو محمد أهلا وسهلا. أنا من زمان مشتاق إن أنا أسمع صوت حضرتك مباشر. يجبر خاطرك. ربنا يكرمك دايما ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. حضرتك عندنا مشكلة عامة، ومشكلة يعني قد تكون يعني من علامات الساعة والله أعلم. ألا وهي قطيعة الرحم. أيوه. ألو؟ أيوه سمعت حضرتك. سمعتني حضرتك؟ أيوه. طيب حضرتك دلوقتي لما الزوجة تبقى تمنع الأبناء من زيارة أجدادهم. وهي مطلقة؟ لا حضرتك، هي ما زالت على ذمة الزوج. بس كارهة الأعمام واللي من طرف الزوج. بالظبط كده حضرتك. يعني هي عايزة الزوج وبس. ويا ريت لو مقطوع من شجرة. ما هو مقطوع من شجرة أحسن، عشان هي تبقى الشجر، يعني هي تبقى الشجر. والله أنا يعني ببقى معجب بردود حضرتك والله. الله يسترك يا سيدتي. شكرا يا أبا محمد. يا سيدتي يا أم محمد، إذا كنت أنت أمه، قال صلى الله عليه وسلم: من سره. وما فيش واحد ما يسروش اللي هيقوله النبي على طول حالا دلوقتي صلى الله عليه وسلم، أن يبارك، خلينا نقول بالمعنى، أن يبارك له في عمره وفي رزقه فليصل رحمه. أنت ما يسركيش إن ربنا يبارك لأولادك في أعمارهم وفي رزقهم. المهم الهم الشم، أي الشم دي إتباع محدش يسمع عنه زماننا، إتباع اللي ملهاش معنى نقف عليها. أنت ما يسركيش إن ولادك يعيشوا حياة جميلة وأعمارهم مباركة ورزقهم مبارك، يصلوا أعمامهم وكما يصلون أخوالهم. وده توجيه ديني، مش رأي مني بنصحك بيه، ده توجيه ديني. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. بعد ربنا جل في علاه ذكرت الأرحام. بس أنا لي بحث من 30 سنة، أقسم بالله كده، أسباب قطيعة الأرحام. لما تعرف السبب نعالج السبب، مش معناها 1 2 3 4 يلا قطعوا الأرحام. لا، ليه الأرحام متقطعون؟ أم محمد هتفرح دلوقتي بكلامي. لاني اكتر الناس مؤذين هم، اكتر الناس حسده هم،
اكتر الناس يفرحونا شكلا بالخير اللي يجينا، لكن بيدعوا علينا. حاجة صعبة جدا. عشان كده مقطع الارحام، المفروض نعالج الحاجات دي قبل ما نتكلم على صلة الارحام. نقول ماذا على الرحم نحو رحمه،